طيب صباح الخير يا جماعة. المحاضرة الماضية توقفنا عند اللي هو السوار بلوت، تمام. الآن السوار بلوت هو عبارة عن سكاتر بلوت، ولكن للكاتيجوريكال فاريبلز، للاتريبيوتس. لما تكون كاتيجوري أنسب حاجة إن أنا أستخدم معاها السكاتر بلوت. السكاتر بلوت بيعرض لي النقاط تبعت البيانات على شكل أسراب معينة، بشوف كيف شكل السرب وبروح بعمل لي بلوت على هذا الشكل. يعني على سبيل المثال هنا أنا عندي بين التشارجز قديش قيمة التأمين اللي أنا بدفعه، بالإضافة للسموكر يس أو نو. شايفين إن السموكر إنه عبارة عن كاتيجوري، واضح جدا إنه في أنا عندي تجميعة أو سرب هنا. معنى ذلك إنه كل النقاط اللي هنا في صف واحد، تمام، إنه هي نون سموكر، بس في المقابل إنه هي بتدفع نفس القيمة. في الصف اللي وراهم برضو نون سموكر، بس بتدفع أكتر شوي أكتر شوي أكتر شوي، وهكذا ما عدا هدول المجموعة. هدول المجموعة السرب تبعهم أو الشكل تبعهم بيكون زي هيك، تمام. الزيادة هنا قد تكون بسبب عامل تاني، قد يكون له علاقة بالبي ام اي، انه كل ما زادت انه بيكون، تمام. وكذلك انه لانه احنا ما ننساش انه احنا في عنا هنا اتريبيوتس تانية او عوامل تانية احنا ما شفناهاش او ما عملنا لهاش بلوت قبل هيك، اللي هي زي مثلا الريجون، لأن الريجون هنا لها دعوة بالتأمين. هل الريجون لها دعوة بالتأمين؟ كيف يعني؟ غير بغض النظر عن الغنى والفقر، هدول الناس اللي في المنطقة هذه تعون مشاكل تعون مشاكل. فبالتالي انه هو معرض بالضبط انه لا، بده يكون وضع التأمين عنده مختلف، تمام. انت بدك تيجي بدك تأمن على سيارتك في منطقة كل شهر والتاني وهم حرقين لهم سيارتين، لا قيمة التأمين بده تختلف. طب والإيج؟ الإيج هي موجودة، لها علاقة؟ إيش لها علاقة؟ بالضبط. انت قديش عمرك؟ طيب لو بس قول لي قديش عمرك؟ 23. طب لو اعطيتك سيارة بورش بتطيش ولا لا؟ فبالتالي انت لما بدك تيجي تأمن على سيارة بورش لشاب صغير لسه عنده طاقة هيك، وانه يعني ممكن انه يتهور ويعني احتمال كبير يعمل فيها حادث، غير عن انه حدا انه كبير في السن وانه تعطي له سيارة مثل هاي، يعني تمام. فهي الشغلات العوامل التانية، انه بنرجع هنا على البلوت هذا. فبالتالي انه في عوامل تانية بتخلي انا عندي الشكل زي هيك زي ما شفناه بهذا الشكل، تمام. لكن نقدر نقرأ من هذا البلوت انه السموكرز في الغالب بيدفعوا اكتر من النون سموكرز، تمام. والسموكرز انه في لهم شكلين، انه زي هيك بهذا الشكل وبهذا الشكل. طبعا المناطق البلوتس اللي موجوده هنا ممكن تكون في حالات خاصه انه بيجتمع فيها اكتر من عامل، مثلا انه هو السن وهو بدخن وانه كذا وكذا وكذا، شغلات كثيره يعني. فبالتالي انه بيدفع نادرين، يعني انه البلوتس تبعهم والنقاط تبعتهم نادره، تمام. فتلخيصا للموضوع اللي السكاتر بلوت، انه عاده انه احنا يعني بنستخدمه عشان نكتشف علاقه بين اتريبيوتس، تمام. شفنا سكاتر بلوت هيك بشكل مباشر، والسكاتر بلوت هذا شفنا كيف نرسم له ريجريشن لاين،
ريج بلوت تمام، وممكن انه ندخل فاريبل ثالث بدل ما يكون لتو فاريبل، فاريبل ثالث، الفاريبل الثالث اللي هو بندخله في الهيو في التلوين تمام، وبنعمل ريجريشن بلوت لكل واحد فيهم للثلاثه، عفوا لل لل لا لهذا ولهذا، بالاضافه انه بيكون انا عندي ملون الفاريبل الثالث اللي هو السموكر يس او نو، فبالتالي بيكون انا عندي ريجريشن بلوت لا لا لهدول المجموعه ولهدول المجموعه، بيطلع انا عندي تو ريجريشن بلوتس. طبعا ليش اثنين؟ لانه في عندي سموكرز ونان سموكرز، فبالتالي انه حسب الكاتيجوري اللي موجوده عندي. اخر حاجه شفناها اللي هي السوارم بلوت، احنا حكينا انه لو كان انا عندي في البعد الثاني اللي انا بدي ارسمه كاتيجوريكال فاريبل، انسب حاجه ان انا استخدم معاها السوارم بلوت لانه السكاتر بلوت ما بيمشي معاها. فهي السكاتر بلوت ناخذ الاكسرسايز خلينا نحله مع بعض. مروحة هاي مش شغالة. كاجل كاجل بدت لوحدها وبعديها جوجل عملت لها اكوزيشن. نعم طيب اوكي، ابدو حلو في الاكسرسايز عبال ما انا اشوف لكم. اي سيناريو؟ اي سيناريو؟ سكاتر بلوت؟ طب انه قصدك التحليل انه علاقة كذا مع علاقة كذا، هو مزبوط، بس الفكرة انه انت في عندنا حنشوف ملخص بعد شوية، انه ملخص البلوت كلها انه انت بدك تشوف علاقات بين الاتريبيوتس، فبغض النظر عن الداتا سيت بغض النظر عن الداتا سيت صحيح 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 بالضبط بالضبط والعمر والتدخين وكل هاي الاشياء. نعم والمنطقة صحيح. هو في البداية طلب مني احمل اقرأ الداتا سيت من هذا، من الداتا سيت هذه كاندي ما قرأتش عنها، الكاندي داتا سيت كاندي بروديوسر منتج للحلوى. طبعا الهدف انه احنا نكتب تقرير عن هذه الشركة عشان نوجه عملية التصميم للمنتج القادم للنكست برودكت.
الفكرة هذه اللي بتعمل في السيت اب فوق. اوه لا هذه بتكون انه لل يعني نعم صحيح، بس انت الكرت اللي من تحتيها وتحت ممكن انه انت تعمله يعني كيف؟ يعني ممكن ماشي عليها وحب العالم. اي ليرنينج تولز؟ لا لا هذه باكيج عاملاها كاجل عشان انه تعمل تشيك للليرنينج ماتيريالز تبعتها بس. بس اللوكال انت بتقدرش تستخدمها. لا انت بدك قصدك انه انت بتفحص الكود تبعك لوكالي تعمل كومنت عليها وزي ما انت قلت. نعم لا لا هي تبعت الكاجل يعني بنستخدمها في السيت اب في كل مره. طيب حكينا انه احنا يعني انت شغال كاندي بروديوسر والهدف انه انت تكتب تقرير للشركة عشان نعمل جايد للديزاين للنكست برودكت. تمام بعد ما بدينا الريسيرش فهذه الداتا سيت انه فيري انترستينج تحتوي على ريزلت من سيرفي طبعا عملوا كراود سورسينج معناها انه هم جمعوا بيانات من العامة من بيبول يعني من اشخاص معينين انه خضعوا للسيرفي هذا عن الفيفوريت كانديز تبعتهم. هي عملنا سيت اب عندي هاي الاتريبيوت كمبيتيتور نيم شوكليت فروتي كراميل يونيتي الموند تحتوي على لوز نوغا فهي انه يس ونو كلها يس ونو فهذا الكومبيتيتور تمام وهنا انه الكاندي هل بتحتوي على شوكولاتة بتحتوي على فواكه بتحتوي على كراميل البرايس بيرسنت وفي الوين بيرسنت نعم في انا عندي شوكر بيرسنت كذلك نسبة السكر قديش بالضبط قد يعني قد هدول الكانديز كلها حطيناها وشفنا يعني عملناها كنسبة مئوية وكل نوع ما احنا بحكي لك انه احنا اخذناهم كلهم اخذنا كل انواع الكانديز تمام وشفنا اسعارهم شفنا المين وشفنا الماكس تمام فبالتالي اي سعر اي وحدة بيجي بيقع بين هدول المين والماكس يعني هاي الشغلة هذا الاسلوب اسمه مين ماكس نورماليزيشن يعني على سبيل المثال انه الماكس برايس كان على سبيل المثال 12 والمين برايس كان 2 اقل واحدة تمام الان نيجي لكاندي المعادلة تبعتها انه النورماليزد البي برايم النورماليزد بتساوي البي ماينس المين طبعا هذا كلام بين اقواس تقسيم الماكس ناقص المين هذا الكلام طبعا كذلك بين اقواس فبالتالي على سبيل المثال اجتك حلوى سعرها 3 تمام فالسعر تبعها راح يكون عبارة عن 3 ناقص 2 طبعا بين قوسين تقسيم 12 ناقص 2 فبالتالي بيطلع 1 على 10 1 من 10 طلعت وحدة سعرها 10
بيطلع اشي يعني something يعني 0.8 او حاجة زي هيك، فبيطلع انه 10 ناقص 2 تقسيم 12 ناقص 2، فبالتالي بيطلع 8 على 10، 8 من 10. فبالتالي هاي البرايس بيرسنت. انت شفت الاسعار كلها وعملت نورماليزيشن بين المين برايس والماكس برايس. طبعا الوين برايس هذا حسب القيمة اللي حطها شخص في السيرفي، قديش انه يعني انا بفضل حلوى بالضبط انه فيش فيها سكر، فيها سكر. هنا قيمة السكر برضو نفس الفكرة، عملنا لها من ماكس نورماليزيشن، شفنا قديش قيمة السكر بالمليجرام، شفنا اعلى قيمة قديش واقل قيمة قديش، وعملنا نورماليزيشن لكل الفاليو. هنا الوين برايس هذه الريت اللي حطه المستخدم، اعتقد انه الفاليو تبعته بين الزيرو والمية او حاجة زي هيك يعني. تمام؟ هذه حناخدها في الانترميديت ماشين ليرنينج، حناخدها كيف نعمل نورماليزيشن للديتا. تمام؟ فالديتا ست بتحتوي على 83 سجل، 13 كولوم. 13 كولوم هي الكومبيتيتور نيمز، تحتوي على النيم للكاندي بار. طبعا هنا الكاندي هذه كيف شكلها؟ هل هي بار يعني اصابع بار؟ تمام؟ او لا، يس او نو. فبالتالي هنا هارد ولا سوفت، يس او نو، كل المواصفات تبعتها. بتحتوي على نوغا، بتحتوي على كراميل، بتحتوي على لوز، بتحتوي على فواكه، بتحتوي على الشوكولاتة والكومبيتيتور نيم. فبالتالي الكومبيتيتور نيم بيحتوي على النيم تبعت الكاندي بار. التسع اتريبيوت اللي بعدها تمام توصف لي ايش الكاندي هادي، انه الشوكولاتة يس او نو. شوغر بيرسنت بتحتوي على مؤشر قديش كمية السكر في 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 هذه الحلوى. البرايس بيرسنت هو عبارة عن مؤشر لسعرها في الداتا سيت. والوين برايس هذا كالكوليتد من السيرفي ريزلت، زي ما حكينا انه الهاي فاليو معنى ذلك انه هي موست بوبيلر. هذا الكلام لازم نفهمه عشان انه ما نوقعش في الفخ اللي او في التراب اللي المرة الماضية، انه كانت في الفيفا كانت الارقام الاقل معناها انه في المركز الاول. فبالتالي هنا في السيرفي انه الهاير فاليو معنى ذلك انه هي الموست بوبيلر. الهاي فاليو هي الموست بوبيلر في الوين برايس، الوين بيرسنت. هذا عبارة عن مارك داون، يعني المارك داون يعني بدي اعمل خلية مارك داون. تمام؟ فهنا انه مثلا this is a text، هجيت اول ما اطلع منه خلص بيصير له ريندر انه حسب انه هو شو بالضبط. اول ما ادخل فيه بروح بيعمل لي اياها انه لا 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 طبعا هذا موجود في النوت بوك اوريدي، يعني انه في الاكسرسايز تبع السكاتر بلوت موجود في النوت بوك. انا اللي ظهر معايا بس الهيد، هذا الهيد بيكون انحذف منك بالغلط. يعني هنا يعني هاي مثلا هاي شايفه الزر، هذا الزر بيحذف، فبالتالي انه ممكن يكون انحذف بالغلط. طيب هجيت كويس انه احنا نستكشف الداتا سيت، فبالتالي بده يبدا يسال اسئله عن الداتا سيت هذه. تمام؟ Which candy was the most popular with survey respondents؟ الناس اللي استجابوا او اللي عبوا السيرفي بالنسبه لهم ايش الكاندي اللي كانت most popular؟
هل هي هاي ولا هل ولا ولا هل هي هاي؟ تمام. فبالتالي احنا ممكن هذه انه احنا نجيبها بالكود او ممكن بالبلوت، حنجيبها بالتنتين. فممكن نحن نعمل زي هيك، والاتريبيوت كان اسمه وين بيرسنت ونقول دوت ماكس. لا لا، وين اول خمسة؟ اوكي طيب خلاص، من الخمسة هذول نيجي نطلع هنا 67 اللي هي كانت 3 مسكيترز. كيف؟ 3 مسكيترز؟ وهاي شكلها. يعني انت مصمم انه انت يعني في حدا نجرب المسكيترز قبل هيك؟ كيف؟ صحيح، وتحدد من هي، بدها كود طويل، لكن انه لا لا لا، احنا التركيز تبعنا فيجواليزيشن يعني. فهو انه منيح انه انت نبهتني انه حكى انه خلص اطلع على اول خمسة وجيب لي النتيجة. فبالتالي هذا 3 مسكيترز. بعديها السؤال اللي بعده، which candy has the higher sugar content؟ مين اللي فيها على سكر؟ نرجع هنا على الداتا سيت، على sugar percent 86 73 90 اللي هي الاير هيدز. هذه برضو لازم نورجي لك شكلها. يعني هذه شغلات لها برضو علاقة بالدومين. تمام، واضح جدا انه هيك يعني شكلها كتير حلوة يعني كسكر يعني. فبالتالي كانت الاير هيد نعمل تشيك. تمام، بدنا نشوف دور السكر. هل الناس بتحدد الوين برايس بناء على كمية السكر الحلوة أكتر، بحبوها أكتر، معطولها ريت أكتر؟ فهذا الكلام كيف حنعرفه؟ بالسكتر بلوت. تمام، فبالتالي هنا create a scatter plot that shows the relationship between sugar percent والوين percent. فأداني الإكس وأداني الواي. تمام، طلب مني ما تضيفش regression، just scatter block plot. فهنا ايش بدي اسوي؟ هذا بدي امسحها زي هيك، وهنا بدنا ننشئ فيجر. الفيجر عادة انه فيك بتساوي فيجر.
بلوت خليها مبدئيا 16 وبعديها هنا sns.scatter بلوت ايش بدي اديله هنا الاكس والواي. حكى الاكس بده اسم الداتا sugar percent والواي بتساوي او ممكن اعطي له الداتا بتساوي فبالتالي انه هو بروح بياخذ فبنحكي له الداتا بتساوي والواي الوين بيرسنت وين عم نحكي له انه الداتا شو اسم البيانات كانت كاندي اندرسكور داتا داتا بتساوي كيف بنحدد؟ بروح بتطلع هنا على الوين بيرسنت تمام؟ باجي بلاقي انه عند كمية السكر قليلة انه نوعا ما في بعض النقاط زي هيك تمام؟ وهنا لما كانت كمية السكر متوسطة برضو في بعض النقاط وهنا برضو في بعض النقاط ما فيش اي دلالة واضحة انه كل ما زادت كمية السكر بيزيد او يعني بتكون قيمة الوين بيرسنت اعلى فبالتالي هنا انه بتطلع على المنطقة العلوية هنا زي هيك مدام انا عندي النقاط سكاترد مبعثرة مش متجمعة عند نقطة معينة معنى ذلك انه الوين برايس ملوش دعوة خالص تمام؟ طيب البارت بي في هل السكاتر بلوت يعني بيوضح في انا عندي ريليشن شيب قوية بين هدول التو فاريابلز فكيف ممكن ان احنا نختبرها؟ ممكن نختبرها ان احنا نعمل هنا تحت طبعا الاجابة لا ما فيش كيف؟ مش سامع طالب من السؤال هل في علاقة هل البلوت هذا بوجه يعني بيظهر علاقة قوية بين التو فاريبلز هدول؟ قد يكون في علاقة بس هل العلاقة هذه قوية؟ لا الإجابة بتكون لا تمام؟ فبالتالي انه هاي الجواب does not show strong correlation between the two variables فبالتالي فيش clear relationship بيناتهم زي ما احنا شفنا. طيب ناخد نظرة أقرب انه شو بدنا نسوي؟ بدنا نعمل scatter plot مع regression line فهنا كيف؟ بالضبط يبقى هنا sns.regplot وبدنا نديله نفس ال variables هذول بلوت بتساوي بيجر بيجر سايز 16 6 بيجر سايز مالها كلمة واحدة بيج سايز figure is not defined تمشي معرفة هنا مش plot plt dot figure بتساوي figure
نقدر نقول في علاقة خفيفة نوعا ما. لينير موديل بلوت، كيف بدك تعمل لينير بلوت بين نقاط زي هيك؟ صحيح، بس كيف بدك ترسمه؟ انت عندك نقاط مبعثرة. ايش فكرة الريجريشن غير عن الانتربوليشن؟ الانتربوليشن انت مثلا في عندك نقاط تمام زي هيك، ومجرد انه انت بتوصل بيناتها تمام؟ او على سبيل المثال انه انت في عندك شغلة مثل هيك، يعني شغلة انه انت عندك هاي الاكس وعندك هاي عفوا الواي وهذا الاكس تمام، في انت عندك نقاط تمام، فانت مثلا بتقرر انه انت تاخذ خط بين الماكس والمين زي هيك، فبالتالي انت بتقول انه الخط هذا بيمثل النقاط، هذا انه لاين بلوت او انتربوليشن، انه بين نقطتين زي هيك تمام، فبالتالي بتقول انه الخط هذا بيمثل هدول النقاط، بس فعليا هو بيمثلش هذه النقاط. اما الريجريشن فكرته انه انت في عندك مجموعه من النقاط السكتر زي هيك، الوظيفه تبعته انه يوجد السلوب تبع اللاين بحيث انه تكون المسافات هذه بالضبط، لكن الانتربوليشن بتطلعش على المسافات انه تكون اقل ما يمكن او لا، انه بتطلع على اعلى قيمه واقل قيمه، فبالتالي اللاين بلوت افضل انه هو بيجيب لك البيست لاين اللي بتكون في المسافات بين البوينتس واللاين اقل ما يمكن، هذه الريجريشن عفوا تمام، فبالتالي انه افضل انه تاخذ في لا هذا ريجريشن، هذا ريجريشن بلوت وين في الانشورنس؟ لا هذا الاكسرسايز، لا هذا الاكسرسايز للكاندي، بدك الاكسرسايز تبع الانشورنس كان اللي هو اللي قبل شويه اللي احنا شفناه اللي هو السكاتر بلوت، هذا او خلينا نشوف هذا هاي انت عندك بالضبط هاي الرسمة زي هيك، هاي السكتر وهاي اللاين بلوت، لا هذا ريجريشن بلوت كله ريجريشن، ما استخدمش لاين بلوت ولا مرة في الاكسرسايزز هنا تمام. فبالتالي احنا مش رسمنا الريجريشن، هيو احنا كتبنا الكود تبعه، هي الكود تبعه موجود تحت هنا، وبس انه احنا انه السايز هو حاطه الديفولت انه هو عبارة عن سكويرد 5 × 5 بعدين عملها باللينير ميدل ورسمهم زي هيك، خلاني اسأل
واحد. هلا عم بلوت. هجيت هذا ممكن نشوفه هنا سي. This function combines rig plot, regression plot, and facet grid. It intends as convenient interface to fit regression models across conditional dataset, subset of dataset. فعليا ال line plot, ال LM plot, تدمي يعني بتستخدم جواتها rig plot. كله regression. لازم يكون ريجريشن عشان انه انت بتجيب في اللاين او بتحدد يعني زاوية اللاين اللي بتجيب لك اقل مسافة بين النقاط. نعم. نعم. فيك سايز. حجم الفيجر اجيت هاي لو انه حطيته ديفولت بيطلع انه شكله 5x5 زي هيك، لكن اذا انا بدي اياه انه احدد الابعاد تبعته حطيته 16 في الاكس و6 في الواي فبيطلع انه اوسع زي هيك. وممكن هذه نستغني عنها لانه هي اوريدي معرفه فوق، عملنا رسمة قبل هيك اوريدي معرفة فوق فبرضو بيمشي الحال، فبالتالي انه باخد الديفولت زي الكود اللي موجود هنا هاي. بس هنا ايش مدي؟ مدي الاكس كاند الاكس بتساوي الكاندي داتا اسم الاتريبيوت، وهنا اسم الداتا سيت اسم الاتريبيوت، فبالتالي ففيش داعي انه انا امرر الداتا بتساوي. هنا اسلوب مختلف انه انا اديته اكس اسم الاتريبيوت مباشرة، واي اسم الاتريبيوت از سترينج، والديتا، فبالتالي انه هو بيقدر يحدد هذا الاتريبيوت من هاي البيانات وهذا الاتريبيوت من هاي البيانات. لازم امرر له هاي في هذه الحاله. تمام؟ فبالتالي هنا بنقدر نقول انه في علاقه خفيفه نوعا ما. في علاقه خفيفه انه بتفضل الحلو بس مش يعني انه بدرجه قويه، في علاقه خفيفه. طبعا احنا في البدايه هنا لما اطلعنا على البلوت هذا لا مش ظاهره علاقه قويه، بنقدر نجزم انه ما فيش علاقه قويه، ولكن انه هل في علاقه بالعين المجرده بنقدرش نجزم. كيف بنجزم؟ بنروح بنعمل ريجريشن بلوت فبيطلع معايا انه في علاقه نوعا ما. بارت بي تبعي معايا. ايش مطلوب في البارت بي؟ بالضبط. اذا كانت انه يعني قريب من الهوريزونتال بيكون علاقة ضعيفة جدا، في علاقة تزايدية ولكن ضعيفة جدا. اذا كان الميل تبعه كبير بتكون العلاقة سترونج. واذا كان البلوت بالعكس زي هيك علاقة عكسية، معناها انه كل ما بزيد هذا بنقص هذا، او العكس كل ما بقل هذا بزيد هذا. ايش يعني الانترسكت؟ يعني زي هيك؟ هيكون مستوى مثلا منتصف الواي او شويه، هل كل هذا معين ممكن احنا نستوعب هذا الكون؟ لكن لو اكيد العلاقه بين هذا الشيء افضل، بس كل ما نزل كل ما كان الميل اعلى.
هنا نقطة انه هو وقتاش او المكان اللي بادي فيه من الواي له علاقة بالنقاط ان هذه كيف سكترت. لو هي اصلا متجمعة تحت فبتلاقي انه اللاين ببدأ من تحت، لو متجمعة من فوق بتلاقي انه ببدأ من فوق، لكن لو انه هي سكترت زي هيك فبتيجي لك انه somewhere in the middle، يعني في مكان ما في المنتصف. مالها لا 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 ما فيش دلالة معينة انه انت تقدر تقول انه اذا كان عندك لا لا هو بس انه تشوف انه في انه في قديش درجة العلاقة، وانه هنا بداية هاي النقطة بتقدرش انه لا بتقدرش انه انت تقول انه انه اذا كانت انه كذا بتساوي كذا، لا بتقدرش تقول انه بداية من هاي النقطة. هاي النقطة كيف تحددت؟ انه حسب انه قديش هاي النقاط انه مبعثرة على الاكس اكسس، فهنا بسبب انه هي مبعثرة يعني على طول الواي اكسس اجت في منطقة ما في قريبة من المنتصف. طيب نيجي لبارت بي، ايش طالب في بارت بي للي قرأ؟ علاقة بين ايش؟ البرايس والشوغر بيرسنت، كل ما يزيد السكر بالنسبة للعلاقة اللي شفناها سابقا شفنا انه في سلايت كوريليشن، سلايت يعني اشي خفيف بين الوين بيرسنت والشوغر بيرسنت. وبالتالي ايش الناس انه يعني بفضله، هل بفضله الشوكولاتة انه تكون حلوة كتير؟ شوي سلايت مع حاجة، مع قهوة مثلا. فبيحكي هنا بما انه الريجريشن سلايتلي بوزيتيف سلوب، معنى ذلك انه هذا بيخبر انه في سلايت بوزيتيف كوريليشن شيب بتوين هدول النقاط، فبالتالي الناس بنقدر نقول انه في عندهم سلايت بريفرنس للكانديز اللي فيها شوجر اكثر، سلايت بريفرنس. طيب نيجي لفاريبل ثاني اللي هو شوكليت مع الوين بيرسنت والبرايس بيرسنت، تمام؟ طالب مني انا انشئ سكتر بلوت عشان اوجد العلاقة بين البرايس والوين بيرسنت في الاكس والواي، تمام؟ وبده اعمل هيو باستخدام للشوكليت. فبالتالي ثلاثة فاريبلز انا عندي في الواي، البرايس بيرسنت حيكون في هوريزونتال اكس، والوين بيرسنت حيكون فيرتيكال، والشوكليت هو حتكون الهيو، تمام؟ فهنا كمان بأكد علي انه ما تضيفش لاين بلوت، فبالتالي هنا this kernel has been modified by different session. انا فتحها مرتين نعم.
انا كنت اكتب كنت اكتب هنا هذه اسكرها ثواني بس ارسمهم لانه انا عندي الكيرنر خربت ف انا فتحها مرتين كنت فهي هذه كوركت وهي الهيد تبع البيانات وهنا الحل هذا خلصنا انتوا اكيد شفتوا الحل يعني اكيد ف ثواني بس هذا نفس الرسمة طيب فهجيت شو طالب طالب سكاتر بلوت ونعمل هيو فبالتالي اسانس دوت سكاتر بلوت طالب الاكس والواي والهيو هذول بدنا نعبيهم طبعا هنا لازم احط داتا بتساوي الاكس بتساوي ايش حكى price percent والواي win percent صح والهيو شوكليت خلينا نوسع شوية الفيجر خلينا نضمهم لبعض اكثر عشان يبين فبالتالي انه هاي طبعا الشوكليت عبارة عن yes or no categorical variable في نمط معين اكيد في نمط هو بده برايس ولا برايس وين وين السعر يعني هاي برايس وين اوكي مزبوط طيب معنى ذلك انه هنا في المنطقة هاي حقيت مدام انت اعطيتي الديتا هنا مفيش داعي انه الهيو بتساوي كاندي ديتا حطيها شوكليت مباشرة خلاص دكتور نعم الكود نيجي الان بالنسبه للبرايس مع الشوكليت بنلاقي انه الكاندي اللي فيها شوكولاته سعرها شو بصير فيه بيزيد يعني هنا لغاية المنطقة هذه بنلاحظ انه النقاط هذه هيو نو كله نو اغلبه نو نادر لما الاقي نقاط يس تمام
وفي المنطقة هذه بعد البوينت 5 انه بلاقي اغلب النقاط انه يس، فبالتالي انه البرايس حيو في المنطقة هذه بزيد سعرها. طيب هذا بالنسبة للإكس أكسس، يبقى حددت هنا العلاقة بين شوكولاتة يس أو نو والسعر. إيش الخلاصة؟ كل ما كان في شوكولاتة بزيد السعر. طيب نيجي هنا بالنسبة للوين برايس، الوين برسنت. ناس بتفضل شوكولاتة أو الكاندي بشوكولاتة أو لا؟ طيب نيجي نطلع هنا في المنطقة انه فوق 50%، مين الاغلب، الياس ولا النو؟ الياس. طب نطلع هنا فوق 60% برضو الياس، فبالتالي انه الناس بتفضل الكاندي بشوكولاتة. تمام، واضح كيف قرأنا اللاين؟ مرة مسكت الاكس اكسس ومرة مسكت الواي اكسس. في الاكس اكسس شو حددنا؟ كل ما كان في شوكولاتة بيزيد السعر، وفي الواي اكسس الناس بتفضل الكاندي بشوكولاتة اكتر. تمام، لانه هذه الوين بيرسنت قديش البريفرنس تبعهم. تمام، كمان مرة كل ما كان ايش؟ مش شوكولاتة مع كاندي، كاندي مع شوكولاتة. السهم ايش السعر بيكون بيرتفع؟ هذا في الاكس اكسس. نعم. الكاندي بشوكولاتة اكتر. لانه احنا عندنا في ثلاثة فاريبلز، ايش هما؟ السعر، شوكولاتة يس ولا نو، والبرايس. فجيت عملنا شوكولاتة مع برايس وشوكولاتة مع الوين بيرسنت. تمام، هجيت الشوكولاتة مع البرايس، نيجي نطلع هنا، هاي السعر في المنتصف. اقسم الرسمة انت عندك زي هيك، طلع على الشق اللي على اليسار، ايش بتلاقي؟ النقاط تبعت اليس ولا النو اكتر؟ النو. فبالتالي هنا كل مكان ما فيش فيها شوكولاتة بيكون سعرها اقل، سعرها بين 0 والبوينت 4 او بوينت 5. طلع على الشق اللي على اليمين، هنا النقاط اللي فيها يس اكتر، معنى ذلك انه كل مكان فيها شوكولاتة بيزيد سعرها. تمام، هذا بالنسبة للبرايس بيرسنت، هذا بالنسبة للبرايس سعر. نيجي الان للبريفرنس، ايش الناس بتفضل؟ بتفضل كاندي يعني حلوة هيك لحالها، انه بس مجرد انه يعني كاندي، ولا انه بتفضل انه يكون فيها شوكولاتة؟ فبنيجي هنا لبريفرنس عند مثلا منطقة في النص 60%، اعمل لي هيك خط وتطلع فوق، مين عندك الاغلبية، الياس ولا النو؟ بس عندك تقريبا اي 1 2 3. طيب اطلع هنا فوق 70%، كله يس. فبالتالي هنا بتقدر نجزم انه الناس بتفضل شوكولاتة. الكاندي شوكولاتة. طب احنا لو مثلا اخذنا من تحت 20 او 30 راح يطلع النوع اكثر، بنحكي انه الناس بتفضل وين؟ 20 او 30، هي 20 على الواي اكثر. على الواي بكون النوع اكثر، هذه يعني اوكي، ما يعني هذا استنتاج انه
إذا كانت رخيصة بتفضل بدون شوكولاتة، وإذا كانت غالية بتفضل بشوكولاتة. هو المشكلة إنه الشوكولاتة هي اللي بترفع السعر، فبالتالي هل تقدر تقولي إنه إذا كانت رخيصة بتفضل بشوكولاتة؟ نادر لما يكون في عندك هنا فيها شوكولاتة، إنه هاي بس عندك الشوكولاتة اللي فيها يعني غير إنه تغليف، طعم طعم يعني ولا إله علاقة بالشوكولاتة. فبالتالي هذا بقدرش أجزم فيها. لكن طريقة تقسيم انه انت تقرأي، يعني انت بدك تحاولي تقرأي انه التنين مع بعض، انه قلنا انه البريفرنس هنا هنا انت نسيت نقطة، انه البريفرنس هنا 30 و40، يعني انه البريفرنس منخفض، فبالتالي بتقدريش تقولي انه الناس بتفضل. تمام، لكن لما اقرأ اللاين كله تمام زي هيك واشوف اقول انه ايش اغلب الناس البريفرنس تبعتهم، انه بشوكولاتة او بدون، اغلب الناس بتفضل اللي بشوكولاتة. اللي بدون شوكولاتة بتفضلها بس بنسبة قديش؟ هاي وفي رسمة هاي وفي نقاط هنا 40 و30 بهذا الكلام يعني. تمام، فالاسلم انه انا اقرا انه هنا ما في عندي ثلاثه فاريبلز كمان مره، البرايس والوين بيرسنت والشوكليت يس او نو. فبناخذ للشوكليت مع الوين برايس، وبناخذ للشوكليت مع برايس بيرسنت. بصراحه بعد هيك يعني هذا دور انت مش ديفلوبر سالجر، مش ديفلوب، انت بتكتبش كود. لا انت شغلك برضو انه انت تتطلع وتحلل البيانات، احنا حكينا الكلام هذا من الاول، انت ما دام دخلت في الداتا ساينس يبقى موضوع مش كتابه كود بس، لا بدك تكتب كود. احنا ليش احنا بنضيع وقت؟ ليش انا فعليا قاصد انه انا سبيند تايم، وانا اجي اقول لك الرسمه هذه احللها هيك واحللها زي هيك واقول لك انه اكسم خط من هنا وتطلع شوف الاغلبيه؟ لا، بدك تقرا البيانات، بدك تقرا البيانات وتشوف، عشان بعد هيك انت حتعمل decisions بناء على الفيجواليزيشن اللي انت شفته. هذا الفاريبل خليه، هذا الفاريبل بدنا نعمل له كذا، هذا الفاريبل بدنا نحوله بطريقه معينه. فبالتالي هاي الشغلات مهمه جدا عندك في الفيجواليزيشن. طيب خلصنا هذه الجزئيه، نجي الى 6. بدو ريجريشن بلوت للشوكولاتة، كرييت سيم سكتر ستيب 5، ولكن تو ريجريشن لاينز، واحد للشوكولات مع كانديز والثاني مع الكانديز بدون شوكولات. فلما يكون في عندي تو ريجريشن لاين، شو اسمها كانت الدالة؟ نعطي له الاكس والواي والديتا والهيو، ببدا اعبي فيهم هدول، خليني اخذهم من هنا، يعني احنا اوريدي كتبناهم، فيش داعي ان احنا نعيدهم، بس غيرنا انه لريج بلوت بدل ما كان سكتر بلوت. بياخذ يهيو؟ بياخذ
اللام بلوت ولا ريك بلوت؟ الام الام مالتيبل اعتقد. هنا الهيوما يعني مطلوبة. ليش؟ لأنه أنا في عندي two categories لليس وللنو. خلينا نشوفها. فهنا النو لهذا اللون بنلاحظ أنه البريفرنس بيقل، وفي الياس البريفرنس بيزيد. تمام. طيب كيف نحل هاي؟ شوف علي. اول حاجه بخصوص البريفرنس الوين بيرسنت، في عندي تو لاينز هنا، واحد يس وواحد نو. النو بيزيد ولا بيقل؟ بيقل، يبقى البريفرنس بيقل وهذا بيزيد. طيب بالنسبه للبرايس، البرايس بيزيد. ايش السبب؟ ايش السبب؟ ايش اللي خلاني انه حكيت انه البرايس بيزيد؟ حكيت اللاين بلوت، هذا اللاين بيمثل البيانات كلها، كل النقاط السكاترد. يعني هنا هاي النقاط السكاترد كلها تبعت النو. النو هذا افضل لاين بيمثلها، وهذا افضل لاين بيمثل بالضبط. فبالتالي هنا انا بلاحظ انه اللاين مين اللاين اللي فوق، فبالتالي انه سعرها اكثر. تمام. فبالتالي البلوت اللي فوق في له سعر اكثر من البلوت اللي تحت. خلي بالك ما يكونش في عندك confusion انه انت تطلع انه هذا لا، انه على preference، بس معنات الزيادة هنا. تمام. انه الزيادة هنا انه في انا عندي نقاط اكتر، فبالتالي انه خلتها انه هي ترتفع لفوق، وهنا نازل معنى ذلك انه في نقاط انا عندي اكتر. فعشان هيك انه مدام انه هذا المنحنى طالع لفوق وهذا نازل لتحت، نقدر نقول بعبارة اخرى انه انا في عندي هنا في منطقة انه البرايس عالي، هذه المنطقة اللي هي من غاية 0.6 لواحد، كل ما كان في نقاط أكثر بسبب إنه البلوت يرتفع، كل ما كان في نقاط أقل البلوت بسبب إنه هو ينزل. فبالتالي هنا بعبارة أخرى بنقدر نقول إنه بما إنه اللاين تبع الياس فوق، معنى ذلك إنه في نقاط أكثر هنا، معنى ذلك إنه كل ما كان في شوكولاتة بيكون في برايس أكثر. تمام. واضح يا جماعة؟ إذا حدا في عنده أي استفسار أو أي شغلة ما يترددش، ممكن نعيد بطريقة تانية. واضح كيف إنه أنت بتحلل بالطريقة هذه؟ واضح يا جماعة؟ نجي لبارت بي، بده conclusion من هذا الكلام بالنسبة للبرايس والبوبولاريتي. هذا كلام احنا اوريدي حليناه حكيناه، خلينا نشوف السوليوشن تبعه.
مهم اقرأ. يعني انا ما اظهرتش السوليوشن غير لما انا حكيت الحل تبعي. وانت دائما في الاكسرسايزز بدك تسوي بنفس هاي الكيفية. هنا بحكي بما انه اللاين سلايتلي بوزيتيف بالنسبة لمين؟ للشوكليت كانديز. بما انه بوزيتيف معنى ذلك انه ممكن نحكي انه more expensive candies tend to be more popular. تنين سوا. ايش السبب؟ السبب انه اللاين سلايتلي بوزيتيف. Likewise بالمثل بما انه الكاندي بدون شوكولاتة عندها نيجاتيف سلوب معنى ذلك انه الكاندي اللي ما عندها شوكولاتة بتميل انه تكون اقل بوبيولر وارخص. More popular when they are cheaper. نعم بالضبط صحيح. بس هنا عشان انا ما عممش هذا الكلام يعني انه بحكي لي انه ملاحظة صغيرة انه الداتا ست يعني انه ريلاتيفلي نسبيا انه هي سمول. فانت اذا بدك تعمم بده يكون في عندك داتا ست اكتر من هيك يعني 10,000. هذا بضله سيرفي يعني العدد تبعه محدود بس ممكن نعتبره في نفس الوقت ريبريزنتيتف اذا كان اسلوب اختيار العينة للاشخاص اللي احنا استخدمناهم في السيرفي كان انه اسلوب يعني علمي انه ريبريزنتيتيف. اخذت كل الفئات العمرية واخذت كل المناطق السكنية وكل الكلاسز فبالتالي انه بنقدر نقول انه بنقدر نعمم هذا الكلام. طيب نيجي للجزء الاخير. صحيح. لا انت اقرأ من الاول. هذا الكلام اللي انت بتقوله لو انا كنت يعني في نفس الشركة بقول لك هنا you work for a major candy producer. تمام. والجول تبعك انه بدك تكتب له تقرير للشركة عشان تعمل له guide للديزاين للنكست برودكت. فبالتالي هو بيصنع نوع او نوعين من الشوكولاتة فبالتالي بيقدرش يعتمد على مبيعاته هو في النوع او النوعين. هذا ممكن بيكون بيعتمد على انه هذه بشوكولاتة وهذه انه السكر فيها كذا فبده يستطلع انواع كثيرة. لانه يعني طبيعة الشركات انه هي بتصنع الشوكولاتة يعني بتركز على كذا 14 نوع نوع لانه هذا سيرفي مش بيانات مبيعات. يعني هم بيعوهمش حقيقي هذول الاشياء. لا هذا سيرفي استبيان. يعني بحكي لك هنا انه انت بتشتغل لميجور كاندي بروديوسر بدك تكتب له تقرير عشان تعمل له جايد عشان يعمل ديزاين للنكست برودكت. تمام. بده يعمل نوع جديد من الشوكولاته هو مش عارف يزود فيه السكر ولا يقلل فيه السكر اعتمادا على المبيعات تبعته محدودة في أنواع معينة. السكر تبعها انه يعني انه يمكن يكون نوعين او ثلاثة. تمام. والسكر فيها انه نسب محددة ويمكن بيشتغل على نوعين بشوكولاتة ونوع بدون شوكولاتة. لكن هو بده يشوف السوق كله الناس كلها ايش بتفضل. هل الناس بتشتري من المصنع تبعه بس؟ لا بتشتري بالضبط. فبالتالي هو بده يستطلع السوق فايش عمل؟ عمل استبيان سيرفي وشاف الناس انه ايش انواع الشوكولاتة وانه انواع الكانديز خلينا نحكي. تمام.
وحط الصفات تبعتها فيها شوكولاتة قديش نسبة السكر بالنسبة للسعر برضو لأنه السعر برضو عامل في الموضوع. ماشي أنا بحب إنه أشتري شوكولاتة زايدة شوكولاتة زاكية بس فبالتالي إنه هو بده يستطلع السوق فبالتالي منطقي جدا إنه يحلل كل البيانات هذه وإنه ما يعتمدش على المبيعات. ما هو المبيعات تبعت الشركات الثانية كيف بده يجيبها؟ كيف؟ بيانات الشوكولاتة نفسها بنقدر نجيبها مكتوبة على على العبوة نفسها بس المبيعات كيف بدك تجيبها؟ يعني انه قصدك انه هل سمعت عن شركة شوكولاتة بتيجي بتقول لك انه والله من نوع شوكولاتة كذا حققت مبيعات كذا ومن نوع كذا حققت مبيعات كذا؟ لا ممكن انه انت عندك الشركات تيجي بتقول لك انه انا ارباحي الربع سنوية او في الربع الاول من السنة كانت كذا يعني بس له علاقة انه قديش سعر السهم تبعي انه قوي ولا لا وهم معنيين انه هم يحكوا هذا الكلام في الاخبار لكن تفاصيل المبيعات هذه من اسرار الشركات يعني صعب جدا انه انت تبيع انه انت تجيبها يعني. انت بتذكرني في اللي بيشتغلوا في شركات الانترنت شركات الانترنت بيجي بيقول لك انه احنا في عنا عروض هي موجودة على الصفحة بس في عنا عروض خاصة اتصل علينا فمين بتصل عليهم؟ مش الزباين الشركات الثانية مندوبي المبيعات في الشركات الثانية بيجي بيعمل حاله انه هو زبون وانه انا بدي اياك تركب لي خط نت ومش عارف ابصر ايش وقديش بدك تعطيني وقديش شركة كذا هاي العرض تبعها شركة كذا هاي العرض تبعها فبروحوا بيعملوا عرض بناء على العروض اللي موجودة في السوق يعني. هذا اشي يعني حتى في واحد بيسأل انه هل حلال ولا حرام اني اسوي شغلة زي هيك يعني كيف؟ ماشي بس انا مش زبون انا زي كأنه كذبت عليه انا منافس زي كأنه انا كذبت عليه وقلت له انه انا زبون وانا فعليا شركة منافسة واخدت منه السعر وانا مش عارف حلال ولا حرام انا مش عارف بس في ناس بتسأل انه هل هو حلال او حرام كيف؟ لا هذا اقرا لك اياها الشوكولاته الغاليه بتميل انه تكون بوبولار اكثر لما تكون مع شوكولاته صحيح في عدد اكبر من النقاط وينها الشوكولاته على الشمال صحيح ارخص بس ليس بوبولار صحيح كمان مرة يا جماعة هذه مش مبيعات هذا سيرفي انا لما باجي بسألك بقول لك انت بتفضل شوكولاتة يعني كاندي بشوكولاتة ولا مش بشوكولاتة قلت لي بشوكولاتة بفضلها 60 70% اللي مش بشوكولاتة 30%
لما قلت لي 30% هل معنى ذلك انه انت اشتريتها؟ لا سيرفي مش مبيعات، هاي مش معناته انه في نقاط اكثر معنى ذلك انه في مبيعات، لا انت بتجاوب على كل سؤال عندك في السيرفي. الكاندي بشوكولاته بتحط قديش البريفرنس تبعك، كاندي بدون شوكولاته بتحط البريفرنس تبعك، فبالتالي في انتري لهاي وفي انتري لهاي. نعم وليست مبيعات، عدد كبير من الشوكولاته اصبح في عدد النقاط هو اللي بس يعني مشكله. اذا كان عدد كبير من الناس بفضلش بشوكولاته، هاجيت انت شايف انه النوع عددها اكبر من الياس ماشي في الجهه الشمال، بس تطلع لي هنا 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 يعني بشكل جلوبالي. لا جلوبالي انه انت بدك تيجي تعد هدول وتيجي تعد هدول حيطلعوا تقريبا يعني مقاربين، يعني مش 50-50 يعني، بس العدد متقارب. هذا الكلام كيف ممكن تعرفه؟ انه انت ممكن من البيانات هنا، هاي البيانات تمام، انه تروح تشوف قديش عدد السجل، هي قديش حكى كم سجل؟ 89 حكى في الاول 83 سجل 83 تمام، تشوف قديش منهم يس قديش تشوف منهم يو نو، فبالتالي لازم يكون في عندك انتري متقاربين في العدد، فبالتالي انه لازم انت لما تيجي تعبي سيرفي لازم تحط البريفرنس تبع قدام كل واحده. نعم القرار الحين بنا الوحيد انه لو كان فيها شوكولاته بقل السعر، كل ما قل السعر بزيد البيع عليه. شركه هو لو حط شوكولاته اكيد راح يزيد السعر. نعم اه بس بالنسبه للاقل هل مثلا يضيف الشوكولاته قديش اساسا انه تحافظ على الشوكولاته مش فراكشن الشوكولاته يس او نو، يا فيها شوكولاته يا فيش فيها شوكولاته، يس او نو الكاتيجوري تبعها تمام. ف تقدرش انه انت يعني لانه انت بتقدرش تقول انه هذه الكاندي فيها ريحه شوكولاته وهي مش مبينه، يا 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 بحس طعم الشوكولاته يا بحسش، انا كذبون انا كونسومر كمستهلك. هذا احنا بس شفنا موضوع الشوكولاتة، لسه في عندي مواضيع تانية، لسه في عندك المكسرات، في عندك فيها نوغا ولا فيش فيها نوغا، يعني بس خلي بالك هذا الكلام يعني انه يعني انه انا كبريفرنس هل معنى ذلك انه انا بشتريها كل يوم؟ انا بقيس على نفسي، انا بقيس على نفسي وبقيس على الناس اللي بشوفهم، يعني على سبيل المثال اذا انا كنت بحب الشوكولاته بالعنب والمكسرات اي نعم انا بحبها انه هي التوب، بس بشتريهاش كل يوم، فبالتالي انه البريفرنس تبعها، فبالتالي هذه مش مبيعات تمام، فبالتالي انه كيف كيف مرة تانية؟ نعم لا لا السيرفي انه شاف عنده هذا السيرفي للكونسومرز للمستهلكين انه اعطاهم انه هي الشوكولاته هي الكانديز وهي المواصفات تبعتها بشوكولاته بمكسرات بفواكه بكذا، وهو حدد قديش البريفرنس تبعه. هو
نعم. لا عادي، الشوكولاتة موجودة في السوق وأخذنا آراء الناس في الشوكولاتات هدول، في الكانديز هدول. الوين برسنت ماله؟ صحيح. هي بتمثل البريفرنس او قديش انه هي بوبولار، تمام؟ والبرايس قديش سعرها في السوق، تمام؟ مش مبيعات هاي. لا لا، ما هو يا اما بتكونوا انتوا صاحيين يا انا صاحي، تمام؟ اذا احنا نمنا احنا الاثنين مشكلة. يعني المرة الماضية انا فاتتني نقطة في الفيفا، تمام، وانتو نبهتوا لي لها، تمام. انا المرة هذه انا صاحي وانتو وضعكم مش تمام. طيب نيجي الجزء الاخير. ايش بده سكاتر بلوت عشان يعمل هايلايت للعلاقه. بتلاحظ دائما انه من الاسئله دائما انه سكاتر بلوت علاقه بين فاريبلز. احنا شفنا قبل هيك اللاين بلوت ترند. هنا هجيت حنلخص هذا الكلام، هجيت هنا في نهايه الفيجواليزيشن حنلخص هذا الكلام، انه انت بدك تشوف ترندز بدك تروح على لاين بلوت، بدك تشوف علاقات يا اما بتستخدم هيت ماب او سكاتر بلوت او تقريباً بيكون مستوى مخصص، بس بغير فيه أشياء خفيفة. نعم. طريقة معينة مناسبة للهيت ماب. لا، ما هو حسب الحاجة. الهيت ماب بدخل فيها كل الفاريبلز. السكتر 2 و 3 بدخله بالتلوين بس. لا، انا بحدد ايش هو البلوت عشان انه يعني انا كديتا ساينتست بحدد ايش هو البلوت المناسب عشان اقرا شغلات معينه. بالضبط، عشان اشوف شغلات معينه ايش بده بين الشوكولاته والوين برايس، تمام. بده الشوكولاته في الاكس اكسس والوين برايس والوين بيرسنت في الواي. فبالتالي هنا SMS dot لا، لأنه شوكولاتة yes or no swarm تمام. حكينا إنه الX بتساوي، نأخذها من هذا الكلام من هنا، حكى انه الاكس بده للشوكليت والواي الوين برسنت. وهنا بفضل انه تكون زي هيك، اي اكس واي تحت بعض. واضح جدا انه التكتل الياس البريفرنس تبعها اعلى والنو البريفرنس تبعها. نعم. طيب بارت بي، شو؟ سوارم سوارم سوارم
سوارم، هاي SWARM. كيف؟ لا استنى خلاني أقرأ. Do you decide to dedicate a section of your report؟ آه فأنت بدك تحدد إيش هي اللي بلوت. Chocolate candies tend to be more popular than candies without chocolate. آه هجيت من الرسمات هذه كلها بدك تحط سكشن في الريبورت عشان تحكي الفاكت هذا. ايش هي الفاكت؟ كاندي تشوكليت كانديز تند تو بي مور بوبولار. اي بلوت اسهل لك تحطه في التقرير انه ريدابل مقنع اكثر. هو جاي بال 65 عن نفسي يعني بحط انه في نمبر 5 وهو بحط 6 و7 هذا هذا أيوة أنا بالنسبة لي هذا أفضل شكل. هذا؟ كبزنس مان. هذا واضح جدا. هو بده من 6 و7 على كل. فطبعا 7 يعني. هكذا أنت بالنسبة لإلك إنه هذا أفضل شكل. عشان أحكي عشان أقوله كمان حتى هو أغلى لسه مور بوبيلر. فاهم عليك. بس هو خيرنا من 6 و7 اونلي يعني هذا مش حاطه ضمن البلد. يعني انت بالنسبه لك هذا ريدابل للاند يوزر من هذا؟ طبعا مش حكايه غبي. مش حكايه غبي واضحه بدك تقنعه. هو مش طبعا هو طب هذا حلو يعني بس ما فيش في حتى اكثر من النوع. بالضبط للبوبولاريتي ما دخلناش موضوع البرايس. لكن اذا انت بدك ترفق بلوت ثاني انه انا معك يعني انه زي هيك ستة ستة وسبعة ستة. خليني أشوف إيش هو هذا. نعم أنت مختار أصعب واحد. لا أنا فاهم عليك بس أنا بقصد إنه هنا انه انت موضح لك اياه ككاتيجوري وهنا موضح لك اياه بلاين بسهوله بتقدر تقول انه هذا بيزيد وهذا بينقص تمام. اما هذا بدك انه انا اخذ شويه وقت هيك اطلع شويه على النقاط بده شويه وقت اكثر بس هاي الفرق يعني. مع مين؟ كلهم بيخبروا الستوري. بس يعني في بقول لك انه ستة بيحمل معلومات اكتر ممكن انه انت يعني تبعدك عن البين بوينت. البين بوينت هنا بدك تقنعه كانتي بدك تصنع كاندي اعمل كاندي بشوكولاتة. ليش؟ بوبولار اكتر. هاي الرسم هاي المين بوينت. اجا صار يحكي لك بخصوص السعر طيب بخصوص كذا بخصوص كذا هذا موضوع تاني. يعني بالضبط كيف اوكي
فجيت هنا انت عندك تجميعة النقاط اكتر اشي حاجة هنا في موجودة هنا، فبالتالي تعال قارن في البرايس انه اقل من 0.5 و نفس الرسمة بس غيرنا بدل الوين برسنت برايس برسنت، وهنا انه التجمعات الاكتر اشي انه هنا فوق وهنا النقاط نادرة، فبالتالي انه السعر تبعها اكتر، فبالتالي برضو بنفس الفكرة انه بتقدر تقول انه السعر هنا اكتر لانه هاي النقاط هنا اكتر هنا اقل هنا العكس. تمام. لا، فئة السعر بتحدد بشغلات تانية، لأنه حكينا إنه أنت مش بس شوكولاتة بدك، في عندك بدك تقرر بخصوص يعني بيحدد السعر كمان مكسرات ولا لا، فواكه ولا لا، فيها نوجا ولا لا، كل هاي الشغلات. اللي بقصد إنه هذا السعر ممكن يكون مناسب يعني فيها السعر اللي بتحدده المكونات. وبرضه المشتريات يعني بشوف إيش الفئة اللي أنا بدي أبيع منها وين بدي أبيع. ما هو ماشي ماشي، ما هو انت حكيت انت ايش نظامك في السوق، في ناس بيجي بحكي لك انه انا بدي منتجات سعرها مرتفع تمام وهامش ربحها هالقد يعني بس الي الزباين تبعونه، وفي ناس بده يوسع قاعدة الزباين تبعونه وبده ينزل في السعر عشان، فانت من هذا النوع ولا من هذا النوع؟ من نوع ان انت بتبيع كتير تمام، ولا من نوع انه وانت في عندك ربح قليل بس الربح القليل بتعوض من المبيعات الكتيرة، ولا بتبيع اقل بس هامش الربح تبعك كبير؟ من اي نوع انت بدك تحدد؟ طيب هيك بنكون خلصنا هذا الاكسرسايز. ما تنساش انه بعد ما تخلصوا تعملوا بابليك كيف الداتا سيت حلوة تفتح النفس طيب شوف الديستريبيوشنز انت لسه ما خلصتش؟ اه تمام فيش مشكلة، لا لا فيش مشكلة. طيب بدنا ننتقل للبلوت اللي بعده، نوع البلوت اللي بعده اللي هو الديستريبيوشنز. طبعا هذا الكلام بده يكون على اساس density function probability density function. التوزيعات الإحصائية أكيد مرت عليكم في مرحلة ما في الدراسة تمام، فبالتالي أنه ممكن أنه يصير بلوتن عندي للبيانات بناء على توزيع إحصائي معين، والداتا سيت اللي بدنا نشتغل عليها هي الأيريس داتا سيت. الأيريس داتا سيت مرت علينا سابقا تمام، في عندي 150 زهرة، 50 من كل نوع اللي هما سيتوسا فيرسيكالر فيرجينيكا، هاي اشكالهم زي هيك. اكيد في تباين واختلاف بين الانواع هاي،
تمام. الفيتشرز كانت سيبل لينث، سيبل ويث، بيتال لينث، بيتال ويث، طول السبلة وعرضها وطول البتلة وعرضها. وين عندي التارجت اللي هو السبيشيز اللي هو الكلاس ليبل. طيب كيف بدنا نعمل هيستوغرام من الداتا سيت هذه؟ هنا عندي بلوت اسمه ديست بلوت، بيعمل لي هيستوغرام. ايش بدي له؟ بدي له فيتشر معينه من الداتا سيت، هي اسم الاتريبيوت ايريس داتا سيت، واسم الفيتشر او الفاريبل او العمود اللي هو البيتا لينث بالسنتيمتر. فين عندي الكي دي اي بتساوي فولس، هجيت هذا الكي دي اي بتساوي فولس، له علاقه بالاستيميشن تبع البروبابيليتي دنسيتي فانكشن. بروح بعمل لي سموثينج للهيستوغرام، فبالتالي هيو بالكي دي اي بروح بقسم لي اياه لفئات، ايش بيسوي في الهيستوغرام؟ بروح بعد، هذا عبارة عن continuous، بروح بقسمه لفترات زي هيك، هي 1 2 3 4 5 6 7 بهذا الشكل. بروح بعد من 1 ل 2 كم زهرة كان طولها 50، عفوا كم زهرة كان طولها بين الواحد والاثنين 50 زهرة، تمام. هنا كم زهرة كان طولها بين الخمسة والستة او الخمسة وخمسة وثمانية، كان تقريبا 48 بالضبط بهذا الشكل. فبالتالي بروح برسم لي هيستوغرام لهذا الفاريبل. طبعا هذا كيف قراءته؟ ايش كيف نقدر نقراه؟ مش لا مش مين اكثر، بدي اشوف انه الاطوال، الاطوال يا اما من واحد لاثنين او من ثلاثة ونص لستة بالضبط. يعني انا في عندي في الازهار في عندي يعني طولين، طول الاول الفئة الاولى طولها من واحد لاثنين سنتيمتر، والفئة الثانية واللي هي اكتر اللي هي من ثلاثة ونص لستة ونص او ستة وبوينت ثمانية. ليش حكيت انه اكتر؟ لان انا عندي هنا اكتر من بار في الهيستوغرام، فبالتالي هدول مجموعهم كعدد اكتر من هذا، تمام؟ هذا نعم بالضبط صحيح. فبالتالي بقدر انه انا احكي انه هذه الفترة اللي هو من 2.2 مثلا لغاية 3.5 او 3.4 نادر لما الاقي ازهار بهذا الطول. فهي ميزة الديست بلوت، انه بعمل لي ديستريبيوشن للبيانات، وحكينا انه هو لوحده بروح بقسم هاي لفترات وبروح بعد فريكوانسيز، بروح بعد فريكوانسيز. نعم ممكن ايش؟ صحيح. هذا كلام وين بتلاقيه؟ بتلاقيه هنا في الديست بلوت، بتروح على السيبور بتدور هاي الفانكشن شو البارامترز تبعتها، وهي انت عندك ممكن تعطي له معلومات على الانترفال قديش الستيب تبعت وحدها كل وحده.
اعتقد بتمررها في هاي في الكي في الكي في الديستريبيوشن في الهيستوغرام كي ووردز مرر له اياها كديكشنري. فبروح انه باخذها هنا تمام. حقيقة احنا ممكن نجرب هذا الكلام مع الكدي بتساوي فولس بيعطيني يعني شيء شوية مختلف. الكدي هو عبارة عن كيرنال دنسيتي استيميت. ايش معنى هذا الكلام؟ انت عندك في الداتا سيت انت ممكن تعطي له ايش الديستريبيوشن وممكن تخليه انه هو لوحده يعمل استيميشن للديستريبيوشن. الاستيميشن بيكون بطريقة احصائية انه انا بعطي له مجموعة من النقاط او من القيم بروح بشوف التوزيع الاحصائي تبعهم بتنبأ ايش التوزيع الاحصائي تبعهم، هل هو اكسبوننشال، هل هو جاوشيان ديستريبيوشن، هل هو يونيفورم تمام. فالكي دي اي هي عباره عن كيرنال دنسيتي استيميت. لو حطيته ترو تمام بروح بعمل لي استيميشن للديستريبيوشن وبروح اطلع لي. حطيته فولس راح يعتبره باي ديفولت جاوشيان، راح يعتبره باي ديفولت نورمال ديستريبيوشن. حقيت هذا الهيستوغرام ممكن اغيره واحكي هنا كي دي اي بلوت، هو لوحده بروح بعمل لي استيميشن للديستريبيوشن فانكشن او للديستريبيوشن بروبابيليتي بروبابيليتي دنسيتي فانكشن، بعطي له البيانات الاتريبيوت فيها وبحكي له هنا شيب بتساوي ترو وهنا كي دي اي بلوت، فبالتالي بروح بطلع لي اياه كتوزيع طبيعي كنورمال ديستريبيوشن. نفس هداك نقدر نقول انه هنا بين الواحد واثنين انا في عندي بالضبط توزيعة للنقاط، في انا عندي بين اثنين ونص وثلاثة ونص تقريبا في عندي بيانات اقل، وبعديها في عندي الكتلة الثانية من البيانات اللي هي من ثلاثة ونص لغاية سبعة او سبعة بوينت ثمانية او لغاية الثمانية لغاية الثمانية نهايتها هنا، وهذا انا في عندي نقاط اكثر او كتلة اكثر من البيانات. فبالتالي هو هداك نفس هداك بالضبط، بس هداك كان كهيستوغرام هذا كان كي دي اي بلوت. طيب الكي دي اي بلوت ممكن اعمله ثنائي الابعاد تو دايمنشنال، فبالتالي بيكون عبارة عن جوينت بلوت. هنا بيكون شكله زي هيك، احنا كنا نعطي له فاريبل واحد بس هنا ايش بدي اسوي؟ نعطي له تو فاريبلز اللي هو السيبل ويد والبيتا لينث. هنا عملها التوزيع تبعها اللي شفناه قبل شويه هذا تمام، وهذا التوزيع تبع السيبل ويد، هذا تبع البيتا لينث. فبالتالي بروح بعمل لي 2 دي بلوت للتوزيعات، وهنا كل ما كان اللون داكن اكثر معنى ذلك انه في نقاط اكثر تمام. يعني بمعنى اخر بقدر اقول انه في خلال المنطقة هذه اغلب النقاط طول السبلة تبعت طول البتلة تبعتها كان خمسة وعرض السبلة كان تقريبا ثلاثة. ليش؟ لانه اللون هذا داكن اكتر اشي، لانه انا عندي كتلة البيانات هنا، انا عندي الذروة وهنا عندي الذروة، اجتماعهم مع بعض كان ثلاثة ونص اربعة ونص عفوا وثلاثة. بالضبط البيك الاولى البيك في الرسمة الاولى مع البيك في الرسمة الثانية بيعطيني انه النقاط وين متمركزة اكثر اشي، فهذا اسمه جوينت بلوت. تمام ايش بعطي له؟ بعطي له الاكس وبعطي له الواي وبحكي انه هنا الكايند انه كي دي كيرنل دنسيتي استيميت. هذا الكلام انا ممكن اعمل كلر كودد بلوتس، بس هنا بدي افصل كل كلاس لوحده في فايل تمام وارجع احملهم كداتا سيت منفصله
تمام. وهنا بروح في نفس الرسمة بعمل أكتر من بلوت، فبالتالي بطلع كل واحدة بلون. فبالتالي هنا أسنس ديست بلوت إيش أعطينا له؟ البيان الأول، البيانات الأولى اللي هو من سيتوسا داتا سيت، وهنا الفيرسيكولر، وهنا الفيرجينيكا، تمام، لنفس الأتريبيوت. هنا بيتال لينث، بيتال لينث، بيتال لينث، تمام. فهنا التايتل هو هيستوغرام بيتال لينث باي سبيشيز. فبالتالي بتطلع انا عندي هاي الرسمه بلونها. كيف كان ممكن انه هو يقسمها لاكثر من داتا فريم، انه بحط انه الكلاس بيساوي كذا فبعمل 3 داتا فريمز ممكن. طيب بالنسبه للبيتا لينث في نمط معين اكيد واضح. بالنسبه للسيتوسا الاطوال تبعتها بتتراوح بين 1 و2، وبالنسبه للفيرسيكولر والفيرجينيكا خلينا نيجي للفيرسيكولر بالاول، ان الاطوال تبعتها بتتراوح بين 3 و5، تمام، في لها نمط، والثانيه بتتراوح بين 3.5 أو 4.5 و7. نقدر نقول انه الاتريبيوت هذا البيتا لينث مميز، نقدر من خلال نميز الكلاس ليبل، لانه انا عندي هاي الكلاس الاول هاي الاطوال تبعته من 1 ل2، الثاني بس الاغلبيه فيش فيها تقاطع، في تقاطع انا عندي في المنطقه هذه، عشان هيك الماشين ليرنينج موديل ممكن تستعين باتريبيوت ثاني غير البيتا لينث عشان تحدد الكلاس ليبل. بس الفكره هنا شفت بعيني بالفيجواليزيشن انه الكلاس هذا بنسميه discriminant class او discriminant attribute. ايش معنى discriminant attribute؟ معنى ذلك انه من خلاله بقدر احدد الكلاس ليبل. يبقى هذا الاتريبيوت ممكن نسميه انه عباره عن discriminative attribute. ايش معنى discriminative attribute؟ معنى ذلك انه من خلاله بقدر احدد الكلاس ليبل نوعا ما. في شويه تداخل بس نوعا ما انه بقدر احدد من خلاله الكلاس ليبل. وهذا نفس الكلام ممكن ايش اسويه؟ اعمله ك كي دي اي بتساوي فولس، هذا كان كهيستوغرام وهذا كان ك كي دي اي. فهنا واضح تماما انه هذا الكلاس فيه له طول معين، وهدول الكلاسز الذروه تبعتهم هيها واضحه ولكن في تداخل. فنوعا ما ممكن نميز، نستخدم هذا الاتريبيوت في تمييز الكلاس ليبل طبعا بمساعدة الاتريبيوت الثانية. تمام؟ طيب خلينا نحل هذا الاكسرسايز وننهي المحاضرة. تمام؟ هاي نحلوا مع بعض، ابدأوا حلوه معايا. كيف يعني؟ ممكن بس انا صحيح يعني هذا الكلام ممكن تشوفه هنا في تفاصيل الباراميتر. صحيح اعتقد انه هذا الكلام ممكن، انه هنا بتشوف الكي دي اي بلوت وبتشوف ايش الباراميترز تبعته اللي انت ممكن تعطي له اياها. هو لوحده بحسبها، هو لوحده. نعم.
صحيح. نعم. طيب الاكسرسايز هذا شو الداتا سيت تبعتها؟ اللهم عافينا جميعا. نعم. في عندي درجتين. هذه نون كانسرنس وكانسرس اللي هو خبيث ونعم. هذا السيت اب تبع البيانات. هنا طالب مني انه اقرا هذا الملفات واستخدم الاي دي كاندكس اتريبيوت او اندكس كولوم. هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني قرأناهم في ملفات منفصلة، فبالتالي خلينا نقرأ الأول. ID الاي كابيتال. كيف؟ صحيح. كل واحدة لوحدها الملف تبعها واستخدم الاندكس كولوم الاي دي الاي كابيتال. البي والام هنا بده الداتا هذه انه نعملها هيد. هذه عبارة عن فيتشرز مستخرجة من الصور. انا هنشوف ان شاء الله في الديب ليرنينج كيف انه انا اخلي الديب ليرنينج موديل يتعامل مع الصور مباشره، او يا اما اقراها كرو بيكسلز، يا اما انه انا استخرج منها فيتشرز، او انه انا امررها على سي ان ان كونفولوشنال نيورال نتورك. بس هنا انا عندي الاتريبيوتس جاهزه مستخرجه من الصور، فبالتالي انا بتعامل معاها مباشره. هي الراديوس والتكستشر والبريميتر والاريا والسموثنس للورم هذا. تمام. والثانية نشوف الهيد تبعها كيف. مش سامع. طيب في الداتا سيت هذه كل رو عبارة عن صورة، بيكون الفيتشرز المستخرجة من صورة فيها 31 كولوم. الكولوم الأول هو عبارة عن الدياجنوسيس سواء كان بي أو أم. نيجي نطلع هنا الدياجنوسيس أم أو بي. تمام. والثلاثين كولوم الباقية هي عبارة عن ميجرمنتس تم استخراجها من الصورة.
طيب بده الماكس بريميتر صحيح. التامورس اعتقد للبي للبي منجيبها على طول لانه هو حكى من من الخمسة. use the five the first five rows تمام. ابدا بالام تمام وجاوب على هاي الأسئلة. فبده هنا نرجع للأم. إيش السؤال كان عن إيش؟ بريميتر. بريميتر هايو بريميتر مين؟ الماكس قديش كان؟ 135. كيف؟ صحيح. والرادياس قديش كان؟ اذا يعني بدل ما انا اطلع هيك فوق اذا كان عندكم في الرسمه الرادياس قديش؟ 13 وقديه؟ 5؟ من وين ال 20؟ من وين ال 20؟ مين حق 20.57 في امبير. اوكي. واحنا هذا العشر 135 هذه احنا طلعناها من وين؟ الجدول اللي فوق غلط. طيب يعني 100 لا هي مزبوطة. مزبوطة هنا 20.57 هاي الداتا سيت الاولى هذه من البي اول سبعة وثمانين والثانية 135 اوكي هذه 87 وهنا 135 54 هيك التنتين احنا جبناهم الاولى لا هاي الداتا ست الاولى بده الماكس هو بده من الفيرست فايف روز فعشان هيك انه انا ممكن احكي لك انه هاي الداتا سيت هاي بده البي صح؟ لا بده الام هاي بده الام هاي ام دوت هيت ايش الاي دي؟ اوكي تمام بس هو بده للأم في الأول بده للأم خلينا نشوف الهيد تبعها فأنا عندي البريميتر أعلى قيمة هيو هذه صح؟ والثانية للأي دي هداك لآخره 17 هذا دور ريديوس 20.57 مظبوط كل واحد من جدول كل واحدة من جدول طيب اوكي
الأولى بده إياها من وين؟ البريميتر من البي؟ بريميتر يعني 7.8. والثانية بده إياها من وين؟ تمام. بدنا نشوف الديفرنس. نعمل هيستوغرام، تو هيستوغرام بتورجي الديستريبيوشن للاريا، تمام، لهذا الكلاس ولهذا الكلاس. فبالتالي هنا اسانس دوت ديست بلوت نديله الاكس بتساوي اسم البيانات كانسر بي داتا اوف ايش اسم الاتريبيوت اريا مين. ليش في باراميتر تانية بعطي له اياها في الديست بلوت؟ ليش؟ نعمل هذا الكلام للام ديست بلوت ديست بلوت تاخد A من اداها ليبل اوكي والكدي بتساوي فورس فهنا ممكن نديها ليبل دبل كوتيشن بده ايش وين نعطي له تايتل المين اريا ممكن نعتبرها انه هي شغله مميزه للكلاس هل هي كذلك نوعا ما في تداخل هنا
في تداخل في المنطقة هذه. بس بنلاحظ انه البي في تداخل يعني نوعا ما هي داخل هنا يعني. بس البي بشكل اساسي انه لغاية الفاليو هذه، والام دائما انه من المنطقة هاي للاخر. عشان هيك انا كل ما كان في عندي فيتشرز اكتر في البيانات بتساعدني انه انا افصل الكلاس ليبل وين على الكود. انا هجيت انا عندي في ديست بلوت ايش اديته الاي اللي هي البيانات الاتريبيوت، والكانسر بي اسم الاتريبيوت الاريا، والليبل بي، والكي دي بتساوي فولس. وهذا نفس الاشي عند الايش بدك تضيفي هاي الليجند يظهر، وممكن دي بي ال تي دوت تايتل تحطي لها تايتل وتحطي ليجند بيظهر معك. طيب هنا ريسيرشر تفضل. نعم بحط هنا BLT fix size كيف؟ صحيح هذه قراءة صحيحة. زميلكم بيقول انه والله لما اجي انا اطلع ل المنطقة هذه بين الأربعمية لغاية الألف بقدرش من خلال هذا الأتريبيوت أحدد إنه هذا الورم نوعه A ولا B. بالضبط بدي أطلع على فيتشر تاني، ولكن لو كانت القيمة هذه مثلا على سبيل المثال كانت 1500 خلاص بحدد M، كانت قيمتها مثلا 350 B على طول مباشرة. لكن المنطقة هذه منطقة محيرة، ممكن وممكن لا، ساعتها بدنا نطلع على فيتشر تاني. بالضبط هلقيت في شغلة معينة، في شغلة مهمة، لو هلقيت انا في تداخل كبير في تو بلوكس بالنسبة للكلاس ليبل، عشان هيك انه مهم جدا انه نرسم الكلاس ليبل، ساعتها بقول انه هذا الاتريبيوت مالوش لازمة بشيله. ليش؟ لانه نويزي اتريبيوت، يعني فعليا معلومة مش مفيدة. بالضبط بالعكس ممكن تربك الماشين ليرنينج الجوريثم بحيث انه يعني ممكن تنزل الاكيرسي تبعته، لانه فيش نمط معين، فيش باتن معين في هذا الاتريبيوت. طب نيجي للبارت بي. A researcher approaches you، في باحث قصدك للمساعده عشان تساعده في تحديد هل الاريا كولوم كان بي يوزد تو اندرستاند ذا ديفرنس بين البي والام. بناء على الهيستوغرام في انت عندك جوابين، ممكن ان احنا نقول له انه الام هاف هاير اور لوور فاليوز فور في الاريا بالنسبه ل البي. طبعا هذا الكلام اون افريج، واي واحد منهم له لارجر فاليوز. فبنرجع هنا الجواب طبعا واضح جدا انه lower values
نعم. الام الرينج تبعها اكتر بالنسبة لل للبي. بالتالي هنا الجواب هو الام have larger range of potential values. تمام؟ فبالتالي هذا مفيد جدا انه انا احدد انه الاتريبيوت هذا يعني ممكن انه استخدمه عشان احدد الديفرنس بين البي والام. نيجي ل ستيب 4. طالب مني انه انا استخدم الكي دي اي بلوت عشان اورجي الديستريبيوشن للراديوس تمام للبي والام. حكيت عشان انا اقارنهم بالالوان فبدي ارسم كل واحد لوحده في رسمه لوحده. فبالتالي هنا نفس هذا الكلام بس ايش بده يختلف؟ بدل الديست بلوت حيصير كي دي اي بلوت. ايش الفرق بين ايش؟ هو طالب مني هنا اشوف الفيديو هذا بتعرف على الفيتشرز اكتر. هنا ما فيش وصف للاتريبيوتس وحكي انه بقيه الاتريبيوتس هي عباره عن يعني قياسات وينها كان في اول حاجه بحكي انه اول حاجه الدياجنوستس اول حاجه الدياجنوستس والثلاثين البقيه هي عباره عن ميجرمنتس كولكتد من الايمج. اجيت حسب ما انا فاهم بقدرش ان انا اجزم. اجيت هنا هاي الصوره مش فيها دوائر بجيب الراديوس لكل دائره هذه لصورة واحدة تمام. فبالتالي في عندي اتريبيوت اسمه المين فبروح بجيب متوسط القطر متوسط الراديوس. الورست بتكون يا اما اصغر واحدة او اكبر واحدة حسب ما هو بيكون انه شو تعريف الورست انه تكون كبيرة. الاسوأ انه تكون كبيرة ولا صغيرة كيف؟ وين؟ في الداتا سيت هنا ماشي. انت بتحكي عن شغلات هذه بالمايكروسكوب فبالتالي الفروقات بيناتها يعني انه هاي الراديوس وين الراديوس
طيب والرادياس الاصلي وينه؟ ثاني واحد المين رادياس، يعني هذا كانت 15.11 وهذه 13. يبقى هيك بنفهم ان الورت هي بتكون اكبر وهذا المتوسط. اجيت هنا الورست هذا كيف بفيدني بميز؟ لو انا كان في عندي في الرسمة في انا عندي شغلات صغيرة وشغلات كبيرة انه في تباين بيناتهم، انه قد يكون انه هذا في انا عندي بعض الخلايا انه قد تكون انه هي ورم. صحيح، بس هل هو انه من النوع البي او الام؟ مش عارف، تكون حسب النمط تبعها. اي رسمة لسه اللي قصدك ال البارت بي؟ لسه انا ما رسمتوش، بس بحكي انه هي بتسأل عن ايش الفرق بين المين راديوس والورست. المين ان انا عندي في الرسمة هذا السجل لصورة، في الصورة انا في عندي عدة دوائر، لقيت المين اللي هو متوسط هدول الدوائر، والورست اكبر وحدة بالضبط. فبالتالي هذا بدنا ناخده. هنا انا عملت له لصق، وهنا بده يصير كي كله هذا كل كله اللي في المعنى صحيح. الكي دي اي ايش بيكون معاه؟ شيد بتساوي ترو. كيف؟ لا بده الراديوس وورست. نعم. هنا بدنا نحط الليجند. داتا اكيد هي بلوت صح؟ اكيد هي بي ولا بي زي ما حكى زميلكم بقدرش. ليش؟ لانه شايف التداخل وين بهذه، هي واصل لهنا لبدايه البي، يبقى كل المنطقه هذه في تداخل بين البي والام. لكن اقول ام ولا مش ام، ممكن اقول انه اذا كان رينج البيانات انه في رينج معين، يعني بعد ال 23 او 24 اطلع فوق انه بقدر اقول انه ام ولا مش ام. فبالتالي هل هذا useful attribute؟ لا، لأنه في تداخل. هيو كمان مرة بقدر أقول بي ولا مش بي؟ لا، في تداخل كبير. يعني قارني هذا الكلام، يعني هذا في مساحة أقدر أقول بي ولا مش بي، وهذا في مساحة أقول أم ولا مش أم. فجيت هنا في تداخل، بس هنا المشكلة الإشكالية وين؟
بقدر اقول بي ولا مش بي؟ شايفه هنا التداخل قديش؟ حتى لبعد لقبل العشرة كمان. كيف؟ صحيح. بس هل احنا بنقدر نحدد؟ نقدر نقول في نسبة منها هيها نسبة اقل، صحيح. يعني انا بقدر اقول انه من 7 لغاية 20 في الغالب بي، بس منقدرش نجزم. صحيح. الان بقدر احدد، لكن البي بقدرش اقول. نعم. كيف؟ السكيل اللي على الواي. نعم. طيب. نعم. لا، مين قال لك انه هو عبارة عن انه هو ضارب هذا الكلام؟ بدك تضربه في 200. صحيح. الواي هو البي دي اف. الواي هو الداتا بتاعتي. البي دي اف يعني probability density function، وناتج البي دي اف ناتج البروبابيليتي دنسيتي فانكشن. معنى ذلك انه اذا كانت الفاليو هنا، لنفترض انه هذه الفاليو اصل انا بطبع عند بي او بي او مش بي، بنفترض كيف المفروض العكس، يعني انا المفروض بقدر انا اقول بي ولا مش بي، مش اقول ام ولا مش ام. ماشي، بس يعني انا لسه بقعد بشرح لك ايش الواي وايش الاكس. تمام. هجيت الاكس هو عباره عن بيمثل الطول الراديوس. تمام. لما يكون الراديوس 13 مثلا على سبيل المثال، بقدر اقول انه احتمال انه يكون بي بوينت 2 زي هيك. تمام. لا، هذه النقطه احنا متفقين عليها، النقطه هذه انه البي بقدرش اقول. صح انه هذه احتماليتها اعلى من هاي. كيف؟ لانه هاي شوف يعني البي فيها تداخل كتير مع الام. متفق. انا بقول لك انه النقطة الاولى انا متفق معاك فيها، الا اذا كنت بتحكي عن نقطة تانية. انا بحكي صحيح. احتمالها اعلى. مثلا بين الخمسة والعشرة. هجيت لو كان الورست راديوس 13. عشرة. تمام. فبالتالي احتمال بقول له انه انت بي بنسبة 75 من 1000 بي، وانه انت ام بنسبة 1 من 1000. صحيح. يعني هذه probability معناها انه most probable. خذ لي النقطة 13 مثلا. طب خذ لي نقطة 15 قديش احتماليتها تكون ام؟ 50 من 100. وقديش احتماليتها تكون بي؟ يعني 100. يعني هاي بدي اتبع زي هيك 127 من 1000 زي هيك. انه هي صحيح most probable، بس بقدرش اجزم. في تداخل بين الكلاسز. كيف؟ صحيح. فبالتالي هنا الرجوع للموضوع انه هاي انه الواي اكسس بيمثل probability. تمام. طيب في بارت بي ايش طالب؟
A hospital recently started using an algorithm that can diagnose with high accuracy given the value of red worst radius. 25. Do you think the algorithm is more likely to classify هو معنى ذلك انه الالغوريثم ايش بيحدد؟ بيحدد انه على الفاليو 25 اقل منها بي اعلى منها ام. بقول هل ال 25 هذه هي ضمن النقطة اللي فيها تداخل هي؟ لا بالضبط. فبالتالي بيقدر يصنف بشكل صحيح. بيقدر يصنف بشكل صحيح. بالضبط حسب هنا اللي حكيه انه حسب الالغوريثم. تمام؟ وبالتالي انه هاي الجواب get higher accuracy لانه في شيء overlap في هذيك المنطقة. تمام؟ هيك بنكون خلصنا الديست بلوت. ضللنا المرة الجاية انه نحكي انه كيف نختار البلوت تايب حسب البيانات تبعتي. بدنا نلخص هذا الكلام. الكلام حنرجع نحكي المحاضرة الجاية ان شاء الله. الكلام بيقول انه بدك تشوف ترندز، بدك تستخدم لاين بلوت، بدك تشوف علاقات بين اتريبيوتس. بنشوف سكاتر بلوت، ديست بلوت، هيستوغرام، كل هاي الشغلات انه عشان نستكشف علاقات بين الاتريبيوتس. فخلينا نتوقف هنا والمره الجايه ان شاء الله داتا سيت. هيك قصدك؟ يعني انت اذا انت فانت بتيح لك انه انت تسلمي كمان مرة بتيح لك تسلمي مرتين اعتقد. دي اول حاجه قسمت البيانات لقديش ترين وتست. لا بدك تعملي باراميتر تونج، بدك تقسمي ترين فال تست. تمام. فبالتالي انت بتعملي ترين على ترينينج بارت، بتعملي فاين تونينج للباراميتر على الفاليديشن داتا. هكذا الباراميتر اللي انت وصلتي لها بتعملي لها تست على التست داتا. تمام. طبيعي لانه الداتا سيت مختلفة. طبعا خليطها غير عن اللي بيعملها هو. صحيح. بس انت ما بدها استيميشن انه والله هذا البيست باراميترز، فبالتالي انه في الغالب انت حتجيبي نتائج كويسة لما تسلم. ما صارش هيك معك؟ لا عادي تكون مختلفة، عادي تكون مختلفة لانه البيانات مختلفة. الفاليديشن مختلفة عن التست بارت. يعني
أجل بدك تجيبيهم بشكل بدك تجيبيهم بشكل إنه تعملينهم زي نستد لوب. آه كل الكومباينيشنز يعني إنه تطبقيهم التنين سوا. بالضبط كل الكومباينيشن يعني مثلا على سبيل المثال انت في الماكس ديبث او الماكس والماكس ليف نود هاي تو باراميترز والنمبر اوف استيميترز ثلاثة تمام وفي كل واحد حاطه 10 فاليوز او 5 فاليوز فالكومباينيشنز كلهم بيطلع انا عندي مثلا الثلاثة في ثلاثة في ثلاثة يعني عندي بيطلع هذا الكومباينيشن بتلفي عليهم كلهم بتجيبي ايش البست لما كانوا الثلاثة مع بعض مجتمعين ساعتها خلاص هي اللي بستخدمين. نعم لا لا لأنه كل واحد لا بنفعش أنه أنت تثبتي حاجة وأنه أنت تعملي الشغلة الثانية لأنه هذا في الوضع هذا ممكن يجيب فاليو بتكون مختلفة في نعم